من معسكر النادي الأهلي. معسكر النادي الأهلي هخصكم بالقائمة الجديدة للموسم الجديد بالنسبة للنادي الأهلي، 28 لاعب بالتمام والكمال هم اللي موجودين في قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد، ولأول مرة حضراتكم هتسمعوا الأسماء. مش محتاجين انتوا ورقة وقلم لأن انتوا حافظين بكل تأكيد، أهو قدام حضراتكم على الشاشة: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي، ده ثلاثي حراسة المرمى موجودين في الموسم المقبل. يبقى احنا كده معناش مسعد عوض في القائمة، ماشي، علشان حضراتكم تبقوا فاهمين مين اللي مبقاش موجود في النادي الأهلي. خط الدفاع: أحمد فتحي، باسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، علي معلول، حسين السيد، أيمن أشرف، محمد نجيب، ربيعة، سعد سمير. ادي اسماء خط دفاع النادي الاهلي: مستمر محمد نجيب ومستمر حسين السيد وموجودين في القائمه للموسم الجديد. خط الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السليه، صالح جمعه، عبد الله السعيد، اسلام محارب. خط الهجوم: مؤمن زكريا، احمد الشيخ العائد من جديد للنادي الأهلي، وليد سليمان، أحمد حمودي، جونيور أجاييه، عمرو جمال، عماد متعب، مروان محسن، ووليد أزارو. دي قائمة النادي الأهلي. طيب خليني بس أقول لحضراتكم أنه فيه علشان تبقى أنتوا برضو في الصورة، في بيتم قيد خمس لاعبين بفريق 97 اللي هم زي ما حضراتكم عارفين احنا القايمة دايما بنتكلم فيها ان هي 30 وبالاضافة كمان لخمسة اللي هم من حقهم ان هم يخرجوا اذا كانوا هيخرجوهم اعارات او حاجة زي كده. في خمس لاعبين هيتم قيدهم، دول تابعين لفريق 97 فما عندهمش اي مشكلة، اللي هم مين بقى؟ كريم نيدفيد، اكرم توفيق، احمد حمدي، ناصر ماهر، واحمد ريان. انا بكمل لكم القائمه، كل دول موجودين في قائمه النادي الاهلي زي ما انتم حضراتكم عارفين ومطلعين تماما على السيستم الجديد في القائمه الجديده بالنسبه للوائح ولوائح القيد الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم. طيب هيتم اعاره ناصر ماهر لسموحه واحمد حمدي لاودينيزي فتره المعايشه اللي هو موجود فيها، احتمال كبير جدا جدا يرحل اول المقصه زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم على سبيل الاعاره. احتمالات كبيرة جدا جدا هو اللي انا بقول لحضراتكم. محمد حمدي زكي خلاص مش هيبقى موجود، ومسعد عوض مش هيبقى موجود، جون انطوي واسلام الفار هيرحلوا على سبيل الاعارة. دي قائمة النادي الاهلي. ال 28 هيتبقى اتنين، الاتنين اللي احنا بنتكلم فيهم كده هيبقى احنا هنتكلم اعتقد مركز مهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي، ومركز المدافع قلب الدفاع بعد رحيل الحجازي. اذا النادي الاهلي يحتاج الى التعاقد مع مدافع، وهيتبقى صفقه هشام محمد لانه حضراتكم عارفين تم قيد انا قلت لكم اسم اسلام محارب، وبالتالي هيبقى كده قدام النادي الاهلي اختيار واحد من الثلاثه او ممكن اكتر او ممكن من بره احنا يعني من ضمن الاسماء يعني. فاحنا بنتكلم دلوقتي على حد يكون موجود في دفاع النادي الاهلي، بقول لحضراتكم حاجات لاول مره بتسمعوها، حد يبقى موجود في خط دفاع النادي الاهلي اللي هو يا اما محمود علاء يا اما احمد سامي يا اما محمود عزت، والثلاثه على فكره اتكلم فيهم النادي الاهلي قبل كده يعني، والثلاثه تحديدا ابدا الكابتن حسام البدري اعجابه بيهم وهو مدير فني للنادي الاهلي. خدوا بالكم وانا اعي تماما ما اقول، متاكد منه تماما، النادي الاهلي والكابتن حسام البدري ما بيجيبوش لعيب الا ما يكونوا متاكدين تماما انه شبه النادي الاهلي، تربية النادي الأهلي، مش بس فكرة إنه هو بيجيب مدافع متميز، لا بيجيب مدافع متميز وشبه اللعيبة اللي موجودة عنده وما يكونش بيعمل أي نوع من أنواع المشاكل بأي حال من الأحوال في غرف خلع الملابس، وده أمر مهم جدا جدا. أنا بقول لحضراتكم كواليس أنا عارفها تماما، يعني الأهلي هو بينتقي الجزئية دي أو كابتن حسام بدري لما بينتقيها بعناية شديدة. فإحنا بنتكلم تلاتة هيتم اختيار منهم واحد او ممكن يبقى اربعه او ممكن يبقى خمسه، المهم انه هيبقى في مدافع النادي الاهلي محتاجه في الفتره اللي جايه، وصفقه هشام محمد اللي هقول لحضراتكم فيها تفاصيل جديده النهارده لاول مره برضو بتسمعوها. ده ما يتعلق باكمال القائمه، قائمه النادي الاهلي عشان تقفل 30. بالشكل ده هتبقى دي قائمه النادي الاهلي.